في هذا البلد كان تحدي بولس، اليهود اللي رفضوا رسالة بولس، والتحديات الأخرى الناس التي كانت تعبد الإلهة أرطميس، والتحدي الثالث اللي هو كانت تنتشر فيها العرافة والسحر والكتب السحرية المعروفة، كانت كل الناس تيجي تشتريها من هذا المكان، يعني السياح يجوا مخصوص حتى يشتروا هذا النوع من الكتب والتعاويذ السحرية حتى تساعدهم يخلفوا ولد أو يكون عندهم رزق أو يكون الحظ كويس معهم إلى آخره. فبولس أدرك أهمية الموضوع، لكن أدرك خطورة الموضوع أنه ينبغي عمل شيء. فأي نهضة تحتاج إلى ثلاث أمور: إلى قوة الصلاة، إلى قوة الكلمة، وإلى قوة الروح القدس. وهذه الثلاث أمور كان يتمتع فيها الرسول بولس حتى يستطيع أنه يكسر كل الحواجز اللي كانت موجودة في هذه البلدة. ابقوا معي، سأواصل حديثي ودراستي عن نفس الموضوع بعد قليل حتى نعرف تأثير خدمة بولس في هذه المنطقة.